استعراض مباريات اليوم النهارده بالتاكيد راحه، مفيش اي مباراه في كاس فيفا العرب، الكل بيستعد لانطلاق مرحله الدور ربع النهائي. لكن النهارده في جوله اخرى من دوري ابطال اوروبا اللي الكل امبارح نسيه وما كانش بيتفرج عليه عشان يشوف مباراه مصر والجزائر. النهارده استكمال المباريات الساعه 8 الا ربع في يوفنتوس هتستضيف ملعمه، زينت سان بطرسبرج هيستضيف تشيلسي، بنفيكا الساعه 10 و6 مباريات في توقيت واحد في السهره، الساعه 10 بنفيكا يستضيف دينامو كييف، بايرن ميونخ يستضيف برشلونه، مانشستر يونايتد يستضيف يانج بويز، اتلانتا يستضيف فياريال، ريد بول سالسبورج يستضيف شبليه، وفي الختام فولفسبورج الالماني يستضيف ليل الفرنسي. طيب بنقترب خلاص من انتهاء مباريات دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا، الكل بيستعد طبعا لانطلاق الدور ال16 في منتصف فبراير المقبل.